صباح الخير لكم جميعا مجددا، ونبلش اول لقاء وهو نوعا ما الاهم لان محوره راح يهم الكل اكيد، وهو عن مرض السرطان اللي يعتبر مشكله صحيه بالغه الخطوره تزداد في الدول المتطوره والناميه، وهو للاسف السبب الرئيسي الثاني للوفاه في العالم. هالشيء يستجوب توحيد كافة الجهود الطبية والعلمية من أجل البحث عن كل الحلول والمعطيات للتخفيف من انتشار هذا المرض الخبيث. في هذا الإطار انطلقت فعاليات الأسبوع الخليجي الرابع للتوعية بالسرطان في الكويت تحت رعاية معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، وبحضور الشيخة عزة جابر العلي الصباح رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان. نتعرف أكثر على أهمية وفعاليات هذا الحدث الطبي الخليجي المهم مع الدكتور أنور مناور النوري، اختصاصي أمراض الأورام والسرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان، بعد هذا التقرير. نقول لك صباح الخير دكتور، وحياك الله معنا في البرنامج. أكيد صباح النور، الله يحييكم. إيش كثر مهم إقامة مثل هذا الحدث هذا الأسبوع، الأسبوع الرابع طبعا للتوعية من شر هذا المرض؟ طبعا مهم جدا، لأن مثل ما أنت عارف وذكرت قبل شوي أن مرض السرطان بعد أمراض القلب يعتبر أكثر مرض مميت يعني، فطبعا فالناس لازم تعرف عنه، مرض بمعنى أنه مرض حديث تقريبا موجود من زمان، بس الناس قامت تعرف عنه أكثر وأكثر بالفترة الأخيرة، يعني علاجه يعتبر من العلاجات الجديدة بعد. فمهم أن الواحد يعرف شنو الأمراض اللي موجودة من ناحية الأمراض السرطانية وشون البقايا منها يعني بالضبط. يعني دكتور، تأتي فعاليات الأسبوع الرابع للتوعية بالسرطان تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان اللي صادف 4 فبراير، إلى أي مدى هناك وعي جماهيري في هذا المرض، وأيضا إلى أي مدى وصلت الوقاية منه؟ طبعا الوعي الجماهيري، الهدف من إقامة الفعاليات هذه أن احنا نزيد الوعي الجماهيري، طبعا سنة عن سنة الوعي يزيد أكثر. علم الناس عن مرض السرطان قبل 10 سنين مو نفس اللي موجود عندنا اليوم، طبعا اليوم أكثر وأكثر، ومثل ما أنت عارف أكيد قمت أنت تسمع عن مرض السرطان أكثر وأكثر عن قبل 10 سنين، قبل حتى لا تبطل الجرائد ولا المجلات أو حتى بالتلفزيون البرامج ما كانوا يتكلمون عنها بشكل مثل ما نتكلم عنها بالوقت الحالي. طبعا فالهدف من الفعاليات هذا أن الواحد يتعلم عن المرض هذا وشون الوقاية منها، يعني المريض الصاحي شو اللي يقدر يسويه على أساس أنه يحمي نفسه، نفس أي مرض ثاني، مرض السكر، الفحوصات، احنا نشوف الناس تروح للمستوصف يدش يقولوا أنا بفحص سكر بشوف فيني ضغط، نفس الطريقة هذه لازم يعرف يعني في شغلات معينة شو اللي يحتاج يسويها للوقاية. نبي نعرف أكثر عن الفعاليات اللي صايرة في هذا الأسبوع المميز، أكيد لأن في محاضرات مختلفة، في أكتيفيتيز، فشنو في، شلون موزعين؟ طبعا موزعين نفس السنوات اللي فاتت، ونفس الفعاليات تصير في شهر أكتوبر، يعني لما يصير عندنا أسبوع أو شهر للمرأة اللي هو السرطان الثدي، من بروشرات، من برامج إذاعية، برامج بالتلفزيون، محاضرات تقام في أكثر من مكان، يعني بجامعة الكويت، شركات خاصة تطلبها، منها نفس الأسئلة اللي احنا قاعد نتكلم عنها اللي هي شلون الوعي، شلون الإنسان يقدر يسوي على أساس الوقاية أو الكشف المبكر، الفحص المبكر، الشغلات هذه، غير البوثات اللي نسويها بعد، ففي فعاليات وايد تقام على مستوى الدولة نفسها يعني. أيضا خلنا استكمالا للحديث هذا أيضا نتحدث عن دوركم التوعوي في فريق كان التطوعي، ودوركم بالتحديد في تنظيم وإقامة الأسبوع الخليجي الرابع للتوعية. طبعا الدور هذا لنا دور كبير، وهذا السنه هذه اللي هو رابع مره نسويها في الكويت ونستضيفها، ف منها مثل ما ذكرت قبل شوي اللي هي عمل البوثات، عمل البروشرات التوعيه، عمل البرامج. احنا الهدف من الحمله هذه ان نبي نوصل فكره معينه، مو فكره بس، اللي هي المعلومه حق المواطن اللي قاعد في البيت شنو اللي يحتاج انه هو يطلع من البيت يسوي لما يروح حق طبيبه، يقول له يا طبيب انا وصلت سن معين فاحتاج اني افحص الفحص المبكر. هذا الهدف اللي نبي نوصله بالنهايه، ان في امراض سرطانيه موجوده، في طريقه للفحص المبكر عن انواع منها، شلون انت تقدر تسويها وشلون تقدر توصلها حق الناس يعني. في احصائيه هني ما ادري اذا هي كانت صحيحه، يقول لك 16 مليون من الاشخاص
يكون عمرهم دون السبعين، ما بينهم 8 ملايين حالة وفاة من السرطانات. طبعا حال طبعا نتكلم هذا بالعالم الرقم هذا وورلد وايد. طبعا وورلد وايد اكثر الامراض طبعا المميته اللي نعرف عنها، طبعا الامراض اللي هي نسميها الامراض المعديه اللي هي عاده تكون مثل الملاريا والتيوبركلوسيس شغلات هذه من اذا ساريه بالضبط الامراض هذه. فاذا زلنا هالامراض او استثنيناها، ذكرت انا قبل شوي اكثر الامراض المميته بالعالم هي امراض القلب، يجي بعدها على طول امراض السرطان مو بعيد عنها وايد يعني. فالرقم هذا صحيح يعني عدد الناس اللي تموت من امراض السرطان او مضاعفات السرطان بالسنه ايا كان نوع السرطان عدد كبير بالملايين بالسنه. 8 ملايين هذه طبعا عدد حقيقي وصحيح يعني كبير صادم فعلا صادم يعني. شنو اكثرها انتشار بالكويت؟ اللي بالكويت اكثر انتشار نفس اسوه باقي دول العالم، هي نفس السرطانات اللي منتشره بالكويت حتى بالترتيب نفس باقي دول العالم. فاكثر سرطانات انتشارا بالكويت راح اقول انا طبعا بلا منازع هو سرطان الثدي، اكثر سرطان يشخص بالكويت. تقريبا في 2000 اذا بنمشي على احصائيه الكويت، عندنا احنا الاحصائيه اقدم احصائيه بمنطقه الخليج كلها حق الامراض السرطانيه من سنه 1974 موجود الاحصائيه. فإذا نمشي على الإحصائية هذه شوف في 2014 اللي هي آخر إحصائية عندنا كان عدد تشخيص حالات السرطان بالكويت تراوح تقريبا 2500 حالة، يعني نتكلم ربع منهم حالات سرطان الثدي. وبعدين ثاني أكثر سرطان أو إذا نتكلم عن الرجال بس بروحهم هو سرطان البروستات، وطبعا بالمرتبة الثالثة سرطان القولون. طبعا لو قلنا على أساس أنه يكون في توعية لهذا الأمر، أنت قلت سرطان الثدي فبالتالي الأمر متعلق بالمرأة طبعا، والرقم يكون نسبته عالية لعدم وجود الوعي أو بالأصح الفحص المبكر صح. وبالتالي حتى يقل هذا الرقم لابد أن يكون في هناك توعية من الطرفين، من المختصين ومن الأخوات النساء صح، حتى يقل هذا الهدف. حتى يقل صح. للأسف في الكويت عندنا نسبة كبيرة من حتى لو تشوف على الإحصائية أن وقت التشخيص دائما يصير في مرحلة شوي متأخرة. طبعا هذا يدل على في وايد عوامل تدخل فيها، منها عوامل اجتماعية، عوامل عادات تقاليد وراثية، ممكن تكون وراثية طبعا. بس يعني ليش أن المرأة ما تي تفحص في وقت أبشر وتنطر على المرض هذا، أن مثل الورمة بدأت اليوم تنطر عليها تكبر وتكبر تكبر ما تي، غالبا لها دور في عوامل اجتماعية نفسها. تقول أنا ما رحت طبيب، ما لقيت طبيبة، ما كنت أبي طبيب يفحصني، ولا بعض المرات ان مرض السرطان الثدي له تاريخ انه كان يعتبر عار في السابق. ما صار شهر اكتوبر سرطان الثدي الا لما كانت زوجة الرئيس الاسبق الامريكي اصيبت بالمرض، فكانت مرت بالتجربه، فكانت هي اللي بدات في موضوع الحمله هذه انه ما هو عيب، بالعكس خلي المرأة تروح تفحص تسوي العلاج، روحي للطبيب، لا تعتبرين هذا بالضبط تنقذي نفسك. دكتور ايش كثر انا مهم يعني حابه انك توجه رساله حق كل مرأة وكل طبعًا. كل الناس اكشلي عشان يروحون يسوون التشيك ابس اكيد، لكن صح. المرأة خصوصا عندك فئه كبيره منهم فعلا تقول لك انا اخاف اروح واكتشف شيء. طب ما هذا الخوف قاعد ياجل الموضوع صح. ثاني شيء تجيك واحده ثانيه تقول لك انا ما عندي بالوراثه، ما عندي احد في العائله فيه، لا اتس نوت ذات صح الكلام. طبعا الخوف هذا شيء طبيعي من اي مرض، ما هو لان المرض السرطان الثدي او السرطان بشكل عام عليه ستيغما. اول نعرف سرطان يساوي موت احنا ب 2019، الحين هذا الكلام مو صحيح. الأمراض وايد من أمراض السرطان تعتبر أمراض مزمنة حاليا، موجود الإنسان يتعايش معها مع العلاج. هذه أول نقطة. فالخوف هذا شيء طبيعي، الخوف يخليها ما تروح وهذه مصيبة طبعا. ومثل ما قلت شيء طبيعي، نفس اللي عنده داش امتحان طالب ما يبي يشيك نتيجته خايف، فطول ما أنه ما مشيك النتيجة معناته الأمر معلق معلق مو ساقط ولا ناجح لما الحين. فهي نفس الفكرة بالمرض، الناس فعلا تخاف فعلا أنه تطلع نتيجة ما هو حابها، او يكون غالبا هو عارف النتيجه يخاف منها. فهذا شيء طبعا موجود، وهذا احنا نحاول نوصل للناس اللي قاعدين في البيت ان الفحص المبكر يغير النتيجه النهائيه صح. فالخوف كل اللي قاعد تسويه قاعد تضر نفسك، قاعد تاجل وتاجل وتزيد المرحله وتزيد المرحله، فنسبه الشفاء تقل مع الوقت. دكتور في زمن السوشيال ميديا الآن أصبحت هناك فيديوهات تنتشر بشكل سريع على وهو علاج نهائي لمرض السرطان.
علاج نهائي وكذا. فما مدى صحة هذه المعلومات والفيديوهات اللي توصل؟ وانت تعرف المريض مثل الغريق يتعلق بقشة، صح، بالنسبة لمثل هذه الأمور يبحث عنها وقد يقع فيما لا تحمد عقباه. صح، طبعا هذا منها بعد أهداف التوعية أن نوصح حق الناس بالرد اللي راح أرد عليك، اللي هو علاج نهائي ما فيه. احنا عمرك سمعت عن علاج نهائي لأمراض القلب؟ أمراض القلب طب ممكن تكون بالصمام، بالكهرباء، لا علاقة بجهد عضلة القلب، كل واحدة خير عن الثانية. فما في علاج واحد يكون علاج نهائي لمرض معين. يعني أمراض السرطان أنواع، سرطان الثدي، سرطان المخ، سرطان البنكرياس، القولون، هذه كلها طريقة معينة ونوع الخلايا تختلف عن بعض يعني. فحتى علاجها ممكن يختلف، أنواع الكيماوي اللي نعطيها تختلف. فعلاج واحد لأمراض السرطان يقضي عليها بالكامل؟ لا. وقبل فترة انتشر فيديو شهرين تقريبا عن دواء ان يعني يقضي على السرطان من الجين اللي مسبب بالسرطان. طبعا هذا كان مو صحيح وسبب مثل ما تقول امل الخاطئ للمرضى، وكانوا يجون عندنا المرضى وايد المركز في شهر 11 الطافي يسمعون بالذات الدواء هذا. اخر شيء طلع يعني حاولنا نشرح لهم ان هذا مو صحيح، الكلام اللي وصلوه بالاعلام ما كان صحيح، بس خلت يعطونهم هذا الامل. بالعكس هو تصرفهم صحيح ان اتجهوا لكم يعني افضل من غير المرضى طبعا. اي بس انا قصدي طريقه اللي هم عرضوا المعلومه كانت معلومه خاطئه. هذا كان دواء جدا محدود يعني حق ناس عندهم طفره جينيه معينه هم اللي ينفع معهم الدواء هذا، غير كذي ما ينفع معهم وما يقضي على السرطان من بدايته. يعني ما كان طريقة اللي وصلت الفكرة، فأعطاهم أمل خاطئ. الأمل موجود بالنهاية دائما أول، بس مو بطريقة خاطئة اللي صارت مو من خلال كذبة، مو من خلال أي ولا من خلال مثلا تقول والله في عشبة ولا في ما أدري شلون موجودة اشترها ولا حط لك يعني بالخلاط خيارتين وفصلين وكذا وكذي. طبعا أنا ما مو ضد الأكلات، أكل الصحي زين، بس لما أنت تي حق المريض تقول له هذا علاج مثبت، وين الدراسات اللي تثبت هالشيء؟ وين الحالات؟ وين الحالات اللي نجح معاه هذا الأمر؟ وكون واحد أكل الشيء هذا وراح عنه سرطان مو معناته إنه اشتغل. أنت إيش دراك إنه مو شيء ثاني، عامل ثاني بحياة هذا الشخص اللي أثرت، يمكن كان يأخذ علاج ثاني نفس الوقت. يعني خلنا نقولها على يعني أمر واقع. صح. الصداع اللي معك غير الصداع اللي معي. أنت ممكن تأخذ حبة بنادول واحدة. صح. تنفع معاك، انا يمكن ما ينفع معي الا حبتين. صحيح. فمو بشرط ان انت ما ينفع معك ولا حبنا، ان السبب غير اصلا، سبب الصداع اللي فيك غير السبب اللي فيني. صح. فيختلف. فطبعا الطريق الصحيح ان المريض بالنهايه يجي حق الطبيب يشخصه بالطريقه الصح ويعرض عليه العلاج الصح اللي موجود عليها دليل علمي اللي اسوه بال نسميها اللوائح العالميه الجايد لاينز. ما يختلف العلاج الموجود بالكويت على الموجود بامريكا ولا في بريطانيا، احنا نمشي بالنهايه العلاج ناخذه من عندهم احنا. فاللي موجود مركز الكويت مع السرطان نفس علاج، بالعكس يعني على مستوى عالمي. الواحد يتابع نفسه ويتوكل على الله ويمشي خطوه خطوه مع العلاج وما يلتفت حق كفى كفى، وانتم تحطون هذه الاشياء اللي ممكن نفسيا تتعبهم يعني فوق ما هو مريض تلعب بنفسيته. هذا ياخذني حق سؤال جدا مهم في موضوع وايد حلو اللي هو حقوق مرضى السرطان في العالم. صح. لو نتكلم عن او تعطينا نبذه عن حقوقهم في العالم العربي. المريض السرطاني يمر في مرحله وقت التشخيص سواء كان مرحله مبكره او متاخره، يعني يمر لان يمر في مرحله يعني من يوم التشخيص الى الشفاء باذن الله في مراحل يعني متعدده في 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 هذا المرض، منها التشخيص والفحوصات. احنا نسمي مرض السرطان مالتي ديسيبلينري تيم، يعني تريتمنت اور ديزيز، يعني يحتاج اكثر من طبيب اختصاصي يعالجه، منها جراح السرطانات، العلاج الكيماوي، الاشعاعي، الرعايات التلطيفيه، العلاج النفسي. ففي اكثر من يعني جهه تتعامل مع المريض هذا. فحقوق مرضى السرطان طبعا عندهم حقوق وايد مفروض الدولة توفرها، وبالكويت طبعا الحمد لله موفرة بالكويت. منها حقوق ان العلاج يكون موجود، هذه اهم اول نقطة، التشخيص يكون موجود والعلاج يكون موجود، يكون في مستشفى متخصص في العلاج هذا. الادوات العلاجية موجودة، منها سواء كان ادوات الجراحية او الاشعاعية او العلاج الكيماوي نفسه. بعدين منها حقوق نفسية، فالمريض اللي فيه السرطان من شخصه ونعطيه العلاج وبعدين يروح البيت
صاكه في الدنيا ولا يكتئب، نفسيته تتعب، عنده اسئله مو عارف يجاوبها، وايد اشياء تدور في باله. فالتوعيه لازم تكون موجوده والمعلومات تكون موجوده، ان نعلمه على المرض اللي فيه، مو يدش العياده تعال وهاك والله ترى هاك في سرطان الثدي بنعطيك كيماوي اليوم ونكتب الوصفه وتروح بعدين. لا زين تعال انا عندي اسئله وايد ابي اعرف يعني الاجوبه، شنو العلاج اللي باخذه، شنو المتوقع ان نسبه الشفاء، يعني وايد شغلات. للاسف في دوله الكويت ومنطقه الخليج احنا عندنا نسبه او العمر متوسط العمر اصابه السرطان 10 سنين اقل من دول اللي يسميها بالضبط كارثه. بالضبط 10 سنين اقل. الاسباب ما ندري، مو واضح ليش سن المراه عاده في الكويت 10 سنين اقل من سن المراه في امريكا ولا في الدول الاوروبيه وقت التشخيص. زين في عندنا نسبة الإصابة في مرض السرطان تحت السن 40 في الكويت، احنا قاعد نتكلم مجموع الكويتيين وغير الكويتيين مع بعض، احنا قاعد نتكلم على مجموع تقريبا 20%. رقم عددهم تحت ال 40، هذا رقم كبير. هذيل المرضى ممكن تكون واحدة عمرها 30، زين مو متزوجة، توها متزوجة تبي تجيب عيال. فاحنا عندنا امور حفظ الخصوبة، هذا من حق المريض بعد. فانت يعني تخيل نفسك قاعد في دوله مو مفر هذا الشيء، فتقول لك انا ممكن ترفض العلاج لان الكيماوي يقول يسبب لي عقم، فانا ما اخذ العلاج عيل لان ناويه يعني تكمل اسرتها، تجيب اطفال زياده، عندها مثلا طفل ولا ما عندها طفل. كانت عندي مريضه توها متزوجه صار لها سنه ما عندها عيال، اصيبت بالمرض. قلت لها دكتور شلون؟ انا ريلي وانا لازم يجيب عيال، واذا هذا ممكن يسبب عقم انا ما اخذ الكيماوي. طبعا احنا عندنا حفظ الخصوبه موجوده في الكويت، دزيت على الطبيب اخذنا المبايض وبعدين اخذت العلاج، هذا من حقوق المريض طبعا غير الدعم المادي. هذا الحمد لله موجود عندنا، موجود بالكويت. هي موجود. وغير الدعم المادي المريض اللي شخص بالسرطان في الكويت نعطيه يعني يقدم على اللجنه الطبيه وياخذ تقاعد طبي، مو تقاعد على طول، أو شيء لجنة طبية يمشي له معاشه بالكامل أثناء رحلة العلاج. رحلة العلاج تتكلم، نحن نتكلم على فترة سنة كاملة. ها مش حق يسافرون هيا؟ الحمد لله كل شيء عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، موجود كل شيء من الكويت. السفر من هاي اختيار شخصي، ودائما يسألوني هالسؤال بالعيادة وأنا أجاوب هذا اختيار شخصي ما ندخل فيه. أنا أقول لك شيء اللي موجود بالكويت وأقارن في اللي موجود برا، ماكو شيء غير. في عمليات معينة بس فعلا يمكن ما نقدر نسويها في الكويت، معينة عمليات يعني دقيقة حالات معينة. أوكي. ما في اختصاص يسويها في الكويت فننصح فيهم يسافرون من الله. طيب خلنا نتكلم على التعاون الآن، إذا تكلمنا عن أوجه التعاون الخليجي في مجال وضع خطط مستقبلية دكتور للحد من انتشار المرض وتقليل النسبة. صح، في طبعا مثل ما أنت شايف احنا الأسبوع اللي قاعدين فيه التعاون موجود، لأن تركيبة السكانية مع الدول الخليج تقريبا نفس بعض واحده. فاذا في عامل مسببه للسرطان عاده تكون في نفس احنا نفس المنطقه نتكلم فيها، فلازم يكون في تعاون خليجي. اول شيء من ناحيه الاحصائيات نعرف هل هي متشابهه ولا لا، لان هذا هم يدخل في العلاج بالنهايه او يدخل في التشخيص. يعني اذا فجاه بس الكويت سرطان الثدي جدا عاليه باقي دول الخليج ما هو موجود، معناته في خلل، في سؤال يصير ليش بس بالكويت. بس الاحصائيات متقاربه في دول الخليج من ناحيه السرطانات، فاللوائح اللي احنا اللي تطبق او اللي يصير عليها ريكومنديشن تكون مفروض مشابهه لبعض. المراه عند سن 40 تعمل ماموجرام، الرجل عند سن 45 يروح يسوي، الرجل والمراه عند سن 45 يروح يسوي منظار القولون لفحص المبكر. فهذه الاحصائيات والتعاون هذا مهم جدا على اساس نوصل الهدف اللي احنا نبي نوصل له. نفس اللي عندنا في الكويت واحد، نبي نوصل حق الناس اللي قاعده في بيوتها شو اللي لازم يسوونه. بما ان التركيبه السكانيه واحده والبيئه واحده، تقريبا عدد الاحصائيات وانواع السرطانات والمسببات راح تكون واحده. دكتور شكرا على وجودك اليوم، اكيد واكيد وصلت الرساله، لان الاسبوع المخصص للتوعيه لهذا المرض اكيد يعني راح يوعي ويسلط الضوء اكثر على الموضوع عند وايد ناس وراح يساعد وايد ناس. ثانك يو، شكرا على وجودك اكيد. وحتى العادات اللي عندكم لازم تتغير، من اشعاعات لازم تقل، عادات غذائيه، اكل صحي، لا للتدخين على قولتك، العادات السيئه، الاكل الصحي، ودائما تابعونا بصباح الخير الكويت واكيد نعطيكم المعلومات الصح.
وضيوفنا هم مثال مشرف ويوصلون معكم إلى الحلول أو الطرق الصحيحة. كل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور أنور مناور النوري، اختصاصي أمراض الأورام والسرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان. شكرا لك دكتور. شكرا. الله يحفظك. فاصل أحبتنا ونواصل معكم ما تبقى من فقرات برنامج صباح الخير يا كويت، فكونوا معنا.